بنتي لا تتركيني لحالي. رجيني عم بقلك انزلي فورا. يلا بنتي. شرميزة انت كيف قدراني تضلي هادي هيك؟ ليش ما عم تحكي بنوب؟ شي خير، انا بعرف انه ما رح تعمل بحاله اي شي. هي بس عم بتخوفنا على حالها. راجيني لا، لك إذا بعز عليك بتنزلي. يلا كرمالي. إذا أنا بعز عليك لازم تتركني بحالي. شيخ راجيني روح أعمل لك شي شغلي. شغل الباب وخلصنا. لا بنتي، شو خلك بنتي؟ راجيني لا حدا يقرب علي، اتركوني بدي موت خلاص. لا راجيني لا، أنا بدي موت. بنتي كنت شو عم تعملي؟ اتركوني بحالي. راجيني لك اتركوني بدي موت. بنتي حاج تحكي هيك؟ لا لك شو بكي انتي؟ في حدا بيعمل هيك؟ روحوا بعد تدخلوا فيني. لك شو هالولدني هلا راجيني؟ لا بابا، هي مو ولدني، هذا وجع جوادي وبعدها عم بحس فيه. لك انا تعبت كثير وبعد فيني اتحمل وبعد فيني سامح اكثر من هيك، صرت وحده مكسوره بوسي، دخلوني موت بقى. لا يا روحي انت لا تحكي هيك. ايه بابا، انا حاولت مشي الامور بالاتجاه الصح، بس مع هيك انتو كلكم فهمتوني غلط. بابا انتو صدقتوا اني غلطانة وما حدا رضي يسمعني مشان يعرف الحقيقة. بحلف لك اني حبيت عائلتي وحبيت اختي كتير، وحتى لك شي حبيته من قلبي. ايه انا حبيته لانكم اخترتوا لي اياه. وحتى بهذا الشيء أنا ما كان لي حظ فيه وراح من بين إيدي، ومع هيك تفهمت الموضوع وما عملت شي غلط وتقبلت أنه لك شي حبة لأختي وتركتهم وبعدت عن طريقهم نهائيا، وتمنيت لهم كمان أنهم يعيشوا بسعادة. ومع هيك الكل قال اني حاولت بعدهم عن بعض واعمل لهم مشاكل. بابا انا ما بقدر اعيش وانتو عم توجهوا لي كل هالاتهامات القاسيه. انا بعرف منيح اني رح اضل عايشه وحيده بهالحياه هي، مشان هيك خليني موت وما خلي الوحده تقتلني. بابا بابا خلاص، انا بعرف اني ما رح ارتاح غير هيك. لا بنتي خلاص، يلا اتركوني بحالي. لا راجيني مستحيل اتركك تموتي. وليش لحتى ضل عايشة؟ قلي لشوف انا ليش بدي اعيش؟ لانه انت مو غلطانة. ليش لتعاقبي حالك وتموتي؟ ما في غيرك عم يفكر بهالطريقة ومصدق اني ماني غلطانة. كلهم مفكرين انه اللي صار مع سوارة بسببي والحق علي. انا قدام الكل اتهموني باني وحدة خاينة، وبعد هيك كل الناس رح يشوفوني غلط ويضلوا كل عمرهم هنا عم يحكوا علي. ومن هلا ورايح العالم مستحيل بقى يتركوني بحالي. قولي لشوف انا شو لازم اعمل. يلا قول في حل لهذا الشيء؟ قلي لك شيء، انت بهالحاله بتقدر تعمل لي شيء؟ ايه انا متاكد انه في حل. لك شي شو؟
وبعدين شو صار؟ بابا الحرس بده يكمل وما رح يلتغى شيء. أنا هلأ وقدام الكل قررت أتجوز رهجيني. لاكشي لك انت شو عم تحكي؟ بابا انت يلي اخذت لي هالقرار بالاول وكنت شايفه صح، وانا اليوم رح اتبنى قرارك واعمل فيه. انا خلص مستحيل اني اتراجع عن هاي الخطوه بنوم، وبتمنى ما يكون عندك مشكلة. بس يا لاكشي بابا صدقني أنا رح كون سعيد هيك بحياتي. سوارة ما بتناسبني وراجيني هي الخيار الصح. وأنا للأسف أزيتها وأزيت حالي وقت تركنا، وهلأ أنا صحيت. لاكشي اسمعني منيح شو بدي قلك. ابني هنن عم يستنوك تعمل هيك. هي قصدها تعمل كل هالتمثيلية هاي بس من شان تتزوجها مو أكتر. ايه ستي، حتى لو كان هذا هو هدفها فشو المشكلة؟ هي سوارة راحت وما عادت ترجع، ولو انه راجيني هي السبب بهذا الشيء ليش لا ترجع تجمعنا؟ هذا هو الشيء اللي كنت خايفه منه. اوعى تمشي عليك هاي اللعبه السخيفه اللي عملوها منشان ما تندم. انا غلطت وهلا ندمان لاني حبيتها لسواره، بس انا كنت اعمى بوقتها لأنه أنا ما كنت عارفان إنها عم تكذب علي وإنه ما كان بدها تتزوجني. سوارة ما كان بدها كل هالجوازة ستي، وهلأ أنا عرفت وفهمت ليش هي بعمرها ما قالت لي إنها بتحبني، وليش تحججت بالوقت، ومو بس هيك غير قصة الأوتيل وغيرها. ومع هيك أنا ولا مرة فكرت أتركها وسكتت على أغلاطها وسكرت عيوني وعملت حالي مو شايف شي، وهي كانت أكبر غلطة بعمري. بس هلأ مستحيل، أنا طالعت سوارة نهائيا من حياتي ولغيت ارتباطي فيها. هي بالنسبة إلي ميتة. لا
ما عاد بدي اياها ولا بدي اشوف وشها ابدا. انا اخترت راجيني ورح اخطبها، وهذا الشيء اللي كان لازم يصير من زمان. لا لا أكشي، انت لازم ترجع عن قرارك هاد، لانه ما بيصير تعمل هيك يا ابني. ليش ما بيصير يعمل هيك؟ شو المشكلة بهذا الشيء؟ ولا شو رأيك يضل عزابي طول عمره؟ إذا حفيدتك هربت وما سألت على أي شيء أبداً، فهذا الشيء ما بيعني إنه هو لازم يوقف حياته هلأ ويضل ناطر على أمل كذاب، لأنه هي بتكون أنانية منك ومن بنتك. بارفات اسمعيني شوي، أنت بتعرفي إنه هنن بيحبوا بعض، لا تتدخلي أنت وتخربي لهم حياتهم. أنت اللي لا تتدخلي، أنا اللي بعرف كتير منيح شو بدي أعمل، وحاجة توقفي بوش سعادة حفيدتي وتركيها بحالة بقى. ماما شبك؟ أمي ما غلطت لحتى تحاكيها هيك، هي بس خايفة عليهم. لاكشي، إذا ما بدك تتزوج سوارة فأنت حربي رأيك، بس على القليلة لازم تستناها لحتى ترجع لهون. يعني بركي هي صاير معها شي، لا تتسرع مشان ما تفوت بطريق ما منه رجعة وتندم. لازم تفكر منيح قبل ما تعمل هيك شي، لأنه أنا متأكدة إنه سوارة ما أنا غلطانة. خلاص شرميزة، ليكي أنا هلأ صرت متأكد إنه أنت مالك معتبرة راجيني بنتك أبداً. على فكرة أمي طلع معها حق، أنا أكبر غلطة عملتها بحياتي هي وقت حبيتك وثقت فيكي ورجعت ارتبطت فيكي، لأنك طلعتي ما بتريدي الخير لبنتي وما بيهمك غير حالك وبنتك. شيخار! لك اسكتي! شيخار عم بيحكي صح. شيخار؟ شو دخل علاقتي أنا وياك يا شيخار بالشي اللي عم يصير؟ شرميزة، لأنه لو ما كان في بيني وبينك علاقة هلأ ما كان صار هذا الشي. كيف فيكي تعيشي معي وانت عم بتقولي انه بنتي كذابة وخاينة؟ القصة ما لها ضابطة ابدا. انا ماني طالبة منك شي، بس لو معتبر حالك ابوها لسوارة كنت على قليلة اعطيتها فرصة لترجع وتدافع عن حالها. وليش بقى؟ وليش الفرصة؟ هاي حياتها وهي اللي قررت فيها، مو هي اللي قالت لنا انه ما نستناها؟ شو بدنا نسمع منها لسه؟ وعن شو بدها تدافع؟ ليك شرميزة، إذا بدك أنا نضل تحت سقف واحد فلازم تقبلي بعرض لاكشي وتوافقي على زواجه من راجيني وما تعرضي بنو. ولازم كمان تصدقي إنه بنتك سوارة هي الكذابة. لا بابا، ليك أنت ما بيصير تحكي هيك مع أمي، أنا ما بقبل إنه علاقتكم تتأثر فينا بهالشكل. لك شايفة؟ هاي هي راجيني، شايفة قديش في فرق؟ بعد كل الكلام يلي قلتي لي اياه لساتها حريصة عليك كتير وما بدها تخسرك. فيا بتكوني معي أو شو شيخار؟ شو رح تعمل؟ ليكي أنا هلأ ما بدي أتناقش معك، قلي لي شو هو قرارك خليني أحسم أمري. يلا بسرعة قلي لي شو هو. أنت بتعرف إنه أنا أما لسوارة قبل ما أتزوجك وكون مرتك، وبما أنك هلأ عم تقول إنه راجيني ما عم بتكذب، فأنا كمان ما فيني أقول إنه بنتي سوارة كذابة، لأنه أنا على حق وبعرف شو الصح وشو الغلط. بس أنا ما طلبت منك تقولي لي مين الصح ومين الغلط بنوب، أنا بدي تقولي لي إذا أنت رح تقبلي هلأ إنه لاكشي وراجيني يتجوزوا ولا لا. رح تقبلي مشان علاقتنا ولا رح تضلي معندي وتضلي واقفة مع بنتك اللي كذبت علينا؟ وإذا هيك فلازم تعرفي إنه علاقتنا بتنتهي هون. لا، أنا مستحيل وافق على هاي الجوازة، وهذا هو قراري. بس
القرار اللي انت اخذته بانه ننفصل انا وانت بسبب هالمشكله شي غار، رح يخليني اعرف ربي بنتي كتير منيح بالمستقبل، ومن هلا ورايح ما رح خليها تطلع عن الطريق الصح بنوب، ورح تكون بنت قويه وبترفع الراس كمان. تعرف ليش انا واقفه مع سواره هيك؟ لانه انا ربيتها صح. إذا بتريد خلينا هلأ نحضر للعرس. يلا حاج بقى بكفينا مشاكل، لازم نفرح بالعرسان ولازم ننبسط لأنه عرس ابني. فيك تبلش بارينتي، يلا روحي جهزي راجيني. ايه عمتي، في مجال انك تساعدينا؟ يا قدير فرح العرسان وخلي حياتهم كلها خير وسعادة بهالزواج. نحن كلنا عم نطلب منك التوفيق والرضا بهذا الارتباط. انت اللي قلت انه الزواج نص الطاعة لك، وهي العرسان عم يمشوا على الطريق الصح وطالبين منك التوفيق والسعادة بكل حياتهم. طيب لازم يجي ابو العريس لحتى يقدم البنت ويباركن. ماما أنا بنتي مو غلطانة، لأنه أنا ربيتها منيح. بعرف يا روحي وما أني شاكة فيها. يلا يا عرسان هلا انتو لازم تدوروا. يا قدير بارك هالعرس ووفق العرسان بحياتهم واكتب لهم الخير بكل لحظه بيعيشوها سوا. يا قدير بارك هالعرس ووفق العرسان بحياتهم واكتب لهم الخير بكل لحظه بيعيشوها سوا. يا قدير استجيب إلنا. هلا فيك تلبس الشبكة بالرفاه والبنين.
ألف مبروك يا روح ستك أنتي. موفقة. يرضى عليكي. مبروك بنتي. اختي أنا بورنا، بسبب الظروف اللي صارت معنا اليوم، اذا انتي ما عندك مانع طبعا نحن حابين انه نيجي لعندكن على البيت لحتى نبارك لراجيني ببيتها الجديد. ولو اهلا وسهلا، صدر البيت لإلك. يلا يا بنتي. وقفي وقفي. من دون بركة الكبارية الصغار مثلكم مستحيل يتوفوا أبدا. راجيني، قبل ما تروحي لا تنسي إنه دمرتي حياة أختك وحتى أمك. بعملتك هاي سرقتي لفرحتها. بنغالية بنغالية. خرسي خرسي. أنتي لا تحكي ولا حرف، لأنه أنا لسه ما خلصت كلامي. هلا بعنادك على هاي الزواجة، أنتي مو بس دمرتي زواج أختك الوحيدة، أنتي دمرتي حياتها. أنتي مغضوبة عليك يا راجيني، وزواجتك هاي باطلة كلها من أساسها. من أساسها مفكرة حالك نفدتي؟ انتي مستحيل تتهني بعد ما خربتي بيتنا، لأنه بعد عملتك البشع المشاكل رح توقف في طريقك. ولا تحلمي إنكم رح تتهنوا، لأنه الموت أقرب لك. يا قدير دخيلك ورجيها غلطة وعاقبها عليه وخليها تحس وتندم كتير، وهاي اللعنة ما رح تنفك عنك إلا لما تعترفي للكل بغلطك. خلونا نمشي. راجيني بنتي. شبك عمحلك؟ وزواجتك هاي باطلة كلها من أساسها، ولا تحلمي إنكم رح تتهنوا، لأنه الموت أقرب لك. بنتي ستي، شو بعمل بعد ما ستي غضبت علي؟ أنا هلأ مستحيل أتهنى بحياتي. لا يا بنتي، لا تخافي من حكيا، هدول النسوان ملعونين، ولأنهم ملعونين ما بيقدروا لا يغضبوا ولا حتى يباركوا بحدا أبدا. فلا تاخدي بكلامها، لأنه ما رح يصير لك شي حبيبتي. طلعي طلعي فيني، أنا رح كون جنبك وما رح أتركك لو شو ما صار، بس ما رح يصير لك شي. تعي تعي.
طولي بالك يا حبيبتي. لاكشي اختارني أنا يا سوارة. لاكشي قال إنه بده ياني وطلبني قدام كل العائلة، بس بعدين فجأة هو صار بده أختي سوارة. يعني كيف بدك ياني هلأ؟ ما دافع عن حبه لإلي. ساعدوني أجيني لاكشي. أنت منيحة؟ أنت ليش عملت كل هالتمثيلية على أساس أنك مجنون؟ لأنه راجيني، معقول تعملي هيك؟ كنت بعرف انه سوارة صايرة مو طبيعية، بس انا ما كنت بعرف انها عم تاخذ مخدرات. سوارة قالت لي شغلة كتير مهمة. شو؟ كل شيء صار بسرعة، ولهيك انا ما عم بقدر افهم الوضع. انتو هلا عرسان ولازم تفردولي وجوهكم الحلوة، ايه؟ انا بس كنت حابة اسألك اذا نحنا شغلنا خلص ولا لسه؟ سامحيني على اللي رح يصير سوارة. هلا انتي مو رحتي مع سوارة الصبح؟ لا ستي، انا ما رحت معها. سانسكار 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 مو مجنون مو مجنون. انا اليوم وقدام الكل قررت اني اتزوج راجيني. وسهلا ببيتك الجديد راجيني. يلا قبل كل شي روحي مع لاكشي مشان تاخدوا بركة العرس. بنتي اي تفضلي عمتي، خديهم لجوا. يلا تفضلوا. بنتي
وهلا خدي بركة الكبارية يلا. ألف مبروك بنتي، بإذن القدير رح تتهنى. بكفي، ما في داعي. أختي أنابورنا، ليش عمل هيك أخي دور جبراسات؟ شو القصة؟ ليكي أختي، هو مو مرتاح للشي اللي صار، وخصوصي إنه هاي الطريقة ما عجبته. يلا بسيطة، أنتي لا تاكلي هم، المساء أنا بحاكي. بنتي خديها لجوا، اكيد هالمسكينه تعبانه كتير. تكرمي عمتي، تعي. عن جد منيح اللي اجيتي معها لهون، لانه يلي صار كتير صعب عليها، وهلأ بهالوقت بالذات أكيد هي بتكون محتاجتك كتير. هاد من ذوقك وأخلاقك، لأنه بصراحة يا أختي أنت الوحيدة اللي حاسة فينا هلأ، وهاد المعروف اللي عم تعمليه معنا هلأ ما رح ننسالك يا أبداً أختي أنابورنا. لا شو هالحكي اللي عم تحكي؟ رجيني لما صارت كنتنا جابت لنا البركة على البيت، وأنا كتير مبسوطة بقرار ابني لأنه عرف يختار. عن إذنك هلأ لاكشي، عاوزتك بموضوع مهم كتير. نحن لازم نحكي عن نابورنا. ايه صح، وانا مشان هيك هلا اجيت لهون. ليك لقلك، لوقت ما انت قررت انه لاكشي ياخد سوارة ويتزوجوا، انت كنت كتير مبسوط، بس هلأ لما نحن كشفنا سوارة على حقيقتها تغير كل شيء تماماً. ولما رجيني صارت كنتنا وإجت على هالبيت، أنت تكركبت وانقلبت على الأخير. بس بدي أعرف ليش أنت مو مرتاح لهالزواجة، شو القصة؟ اسمعني، لاكشي هو اللي قرر إنه ياخد سوارة ويتزوجها، وهو اللي قرر يتركها، وهلأ نفس الشيء بالنسبة لرجيني، هو قرر إنه ياخدها ويتزوجها، وإنت بتعرف منيح إنه ما حدا جبره لحتى يعمل هيك شيء. في غلط يا أنابورنا، لأنه اليوم الزهد صار في كتير إشارات استفهام حوالين رجيني وما حدا جاوب عليها. هاي كل القصة، وهالأسئلة كلها عم بتدور براسي هلأ، وما عم بقدر حتى لاقي لها جواب، ومشان هيك أنا هلأ قلقان كتير من هالجوازة. بس يعني ليش مع رجيني بالذات؟ هي شو ساوت؟
صدقيني أنا بورنا في كتير شغلات غريبة عم بتصير، مشان هيك أنا مو مرتاح لها أبدا. وبعدين أنا كمان مو عارفان إذا اللي عملناه هو الصح، وهذا الشي كتير محيرني، وفي حلقة ناقصة. محتار؟ لا أبدا مو هيك. أنا اللي قررت من حالي إني أتزوج راجيني، وهذا القرار هو اللي رح يخليني أكون مرتاح. إيه بس أنا بدي إياك تكون واثق إنه هي بريئة وإنها بتحبك وتعلقت فيك فوق ما تتصور. بعدين قلي بكرة لما رح تيجي سوارة لعندك، بنتي راجيني شو رح يصير فيها؟ يعني إذا إجت سوارة واعتذرت منك وإنت سامحتها على كل شي، فيك تقلي ساعتها شو اللي رح يصير بحفيدتي؟ لحظة شوي ستي، سوارة ما غلطت أبداً، واللي عملته هلأ ما حدا جبر عليه، وهذا الشيء معناته إنه هي بالأصل ما كان بدها ياني. بس أنت لازم هلأ تصير تحبها لراجيني مشان تقدر تنساها لسوارة. لا ستي ما رح أنساها. لأني انخدعت فيها لسوارة وحبيتها. طيب أنا بدي إياك توعدني إنك تسعدها لراجيني وتهتم فيها وتدير بالك عليها، ما تتركها لو شو ما صار. حاضر ستي، أنا بوعدك إني ما رح زعل راجيني ولا ضايقها بأي كلمة أبدا. أنا دعيت كتير للقدير إنه يساعدني ويوقف جنبي لأقدر حافظ على قيم هذا الرابط المقدس بالزواج، ولهيك أنا ما رح أقصر معه بواجباتي كزوج أبدا. راجيني كانت من أعز وأقرب رفقاتي، بس خلص من اليوم هي صارت مرتي، وأنا ما رح أعاقبها أبداً على أي غلط من الأغلاط اللي عملتها سوارة. تفضلي راجيني. انتي متعلمة على شغل البيت ومع هيك مثقفة، يعني مو ناقصك شي بنوب. ايه بس هلأ لازم تعرفي منيح البيت اللي انتي فيه، وكمان انتي لازم تحترمي كل العيلة وخصوصي الكبار. ماشي؟ يلا تفضلي هاي غرفتك.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.